أهلا وسهلا لأحلى متابعات، ما هي الملابس التي يجب عليك اعتمادها إذا كنت نحيفة؟ الجواب بعد هذا الفاصل. أول نصيحة، ابتعدي عن البنطلون الضيق واعتمدي بنطلون القماش الواسع أو بنطلون الجينز البوي فراند. أما بالنسبة للفساتين، اختاري الفساتين بقصة واسعة أو فساتين الكشكش. أما بالنسبة للتنورات، فابتعدي عن التنانير الضيقة واعتمدي التنانير التي تكون بقصة عريضة. اختاري ملابس بألوان فاتحة، فهي من الأساليب المهمة تعطي إيحاء بأن الجسم غير نحيف. إذا كنت تحبين ارتداء أحذية بكعب عالي، حاولي اختيار الكعب العريض بطول متوسط، وابتعدي عن الحذاء العالي بكعب رفيع. وصلنا لنهاية الفيديو، ودائما حبيباتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد.